هجموا علينا واحد الهجوم كارثي. انا وبيطري الجزائريين تكلمنا حتى شفنا خرجنا. لماذا الهجوم؟ قال لك علاش تقولوا تغير الولايات حرام؟ قال ازمن وجام كان واحد يغيرون تغيرون لخلق الله. دكتور جيلاني هذا باكستاني هو قريب من ديك وهذا دكتور جيلاني قال عربي يعني اي دونت سبيك عربي كلمه از اي نو قال لي حرام والله وحده انا وبيطريه من وهران انا وبيطريه جزائريه بقينا كنقولوا لا للتغيير الولايات غريب غريب الاماراتيه خلاص لك لا هذا كلام تخلي واش كلام تغيير الولايات علم ولا العلم مسخر ناس مخدم العلم تغيير الخلق سهل ديك الشيء خصنا نمشيو معاه الايه ديال الخمر ما فيهاش كلمه حرام فيها الشيطان يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والرجس من عمل الشيطان اجتنبوا يعني علاش قال فاجتنبوا باش يتحرم الصناعه ديالها والبيع ديالها والكوميرس ديالها والفيرمونطاسيون كل شيء حرام ماشي غير الاكل غير الشرب ديالها الايه ديال التغيير الولاتي فيها الشيطان مرتين يدعون من دون الله اناثا ويدعون الى شيطانا مريدا لعنه الله شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أمنينهم ولا أضلنهم ولا آمرنهم ثلاث مراحل هما العلماء هما الباحثين هذو ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام هذه دايرين دابا الأبقار الأغنام هذاك هو تمسيك الأنعام ما فيهش لغة أخرى ولا آمرنهم في المرحلة الأولى داروا لنا هذه القضية ديال التراساج المرحلة الثانية ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان مرتين ذكرت يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا شنو هو الخسران؟ الخسران هو جميع الدجاج المغير الولاتي خصو يتحرق الخسران هو جميع الخرفان ديال الحمى المرضية خصهم يتحرقوا الخسران هو جميع الأبقار ديال الجنون الأبقار خصهم يتحرقوا نعم خسران مبين أن أمريكا أول بلد منتج للوز في العالم وكاليفورنيا هي الأولى في الولايات المتحدة بين الولايات أمريكا الآن لا تأكل اللوز ما كتاكلش اللوز كلهم عندهم حساسية اللوز علاش أنه أوجعهم وغير الولاتين وكان القرآن اش تيقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم حرم الله طريقته هذه المسائل اللي تكلمت عليها بحال في الجزائر ديال تغذية الحيوان خصها تكون سليمة وأن أمراض هذه اللي كتصيب هذه الأنعام تصيب الإنسان يشوف مثلا درومادير الفيروس ديال درومادير كيدوز عند لهم بريسيلوز من عند الماعز كتدوز عندهم كدير لابورتمون هذه ديال الأزمجة لا كاع لي مالادي كلهم لي مالادي اللي كيكونوا عند لي ريمينو كيدوزو بريسيلوز وهذا ولا تيبيركيلوز كاين بعد كاين دي مرضي دي بارازيتوز كاين دي زونوز هادو اللي كيدوزو من كتروش الجمال كاين دي زونوز كيدوزو الانسان فخصنا نركزو على الجانب العملي اللي غادي نخدمو به في المجتمع هذا هو الاعجاز نمشي نشرب اتاي بارك الله فيك